هنا عنوان في كتابكم: أبناؤنا ليسوا دواجن. إيه نعم. هذا تقصدون بهذا؟ هذا الذي أقصد به، وهو أن هناك فرق بين التربية وبين التدجين. التربية هي رعاية ومسؤولية كما شرحنا، وعلاقة خيركم خيركم لأهله، وهي توازن كما شرحنا أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. توازن، أنك تربي إنسانا بروح وانفعالات وعقل ووجدان وغير ذلك، وليس تسمينا فقط للجسد، وليس تدجين. المربي الذي يربي بهذه التوازن هذا مربي. المدجن شيء آخر، المدجن لا يهمه إلا الولد يطول طوله ويزيد وزنه وصحته ممتازة، فهذا المدجن لا يرعى لا نفسية الطفل ولا وجدان الطفل ولا عقل الطفل ولا قيم وروح الطفل، ما عنده أي برنامج في هذا المجال. جميل. وهذا الذي أصدم به الكثير من الآباء والأمهات في برامجي: ما هي برامجكم في تنمية الجانب العاطفي الوجداني؟ ما هي برامج في تنمية الجانب القيمي الأخلاقي الروحي؟ ما هي؟ تجد ما يدركون، ما يدركون، دائما تكون نسبته أقل من الجانب الجسدي أو العناية بالجانب الجسدي.